نانا القاسم هون. نانا نانا ما انا الله يا ذاك ما اجبرت له فهم ما انا الله ما فطريت له خبر فر ابدا هذا والله الكلب. نانا هم اخويا القاسم هون. يا بويا انت مالك ما قلت حد يسمع معك شي خلق الرحمن ولا وجد تعيط انت مالك قاسم منين؟ خويا ماني عارفه شي خلاص وسقي بلاد تقعدهم في الدار. وانت يا هون انت يا براسك كانك هون في الدار. انت كيف ته؟ انا ما تراعي فيا ترى انا ما نراعي فيك. الراعي بجف غير الراعي في الروح ما يهو والراعي في البال ما هو والراعي في القلب ما هو. نانا انا هاي الدار ما تلي فيها اطمئنان. شوف انت يا نهار 12 ساعه 24 ساعه جابيه في تلفون ولا حكمك على ما هو لوكي والله الشراب والله الرقاء والله الصلاة ثاني كاملة كم كوعة فيها مجلس مات لخاري له مات لخاري تباري ما هو خاري كوزين مات لبالك دو شيخ خلق الرحمة والوجد. أنا يا أبو يظهر ماليا اللي أنك نوكتي كيت العليات كاملة هاي انتية إيه. شوف العليات شوف العليات يطلعوا البيروهاتهم ويمارسوا أعمالهم ويشتغلوا وبالهم لديارهم وتربيتي شاشرتهم وبالهم الكوزينهم متباليهم وانتي لما أتلى عندك نهائيا وعامرين منهم وخيامهم وانتي ما عامر بيك ما هو سناب شات ولا تكتب هذا هو اللي يجابركم انتم ما حد ثاني ما هو يجابركم وهذا ما يصح ولا قلت تبتنا لي خيمة ولا قلت تقود أسرة أمها ما هي خالقة قايبة. انت وراك مشكلتك شنو هو مالك؟ امي شوفي انا فهمتي عاد كيف فهمت الاوضاع. اذا شا خاطر ما هو له يجبر رقاش حد يباسطه واذا جيت انا الا كاني داخل الامقاره الذكر ما هو خالي ومجلس ما هو خالي ولا عاد خيمت اوضاع واحلى في نهار كامل لا شخص بتلفون كي شخصة الميت عذوب الله. يا ابويا انت مالك؟ ميت يا ابويا اللي انت تدري تفايلي الموت عليه. ما هي الموت هيك؟ الموت هاي اللي رقا قاعد وهو ميت. هو خارقة هي الموت موتين. خارقة الموت اللي نهائيا لقاش ما مشي. وخارقة الموت اللي عود لقاش بين الوقت وهو ميت. ذيك الواقع لك انت يا ولد. كانها ميتين بين الاحياء. هو شاك انه حي وهو ميته. ايوه قول لي المهم انت باق سلاح داخلك شبار راك نعدله له. قولوا لك انا عندي هون. إلا أنك لا تعرفي بين مسألتين واحدة يا دارك وتعودي ببالك لها واحدة ملي يا تعودي واحدة بتلفون وشي ثاني ما هو عندك الديارة لا تنتين إلا واحدة ساكنة مع تلفون ووايتك واضحة وقال عما بينك معها ونقنط وواحدة لا تعودي بدارك وبشاشتك وبالك وبجماعتك وتعودي ببالك قاعد شي والمخطر ما هو مقبول. أنا إذا ما تريد تقابلي يسرع لي ولا تريد تقابلي يعدل في داري هو ولا تريد مستعد له إذا من الصبر ملي يعقب رقاش ينفشر إذا فهمتي؟ ها؟ والله ما نعرف هذا يدخل في راسك؟ أنت راسك ما عندي نفات الدقدق ولا بتلحق تيك سن الدقدق الراس أي قر ما قد الدقدق راسك من ستي قايل أنت لك صغير هو حرس راه وارك لقاه من الدقدق راس ولا هو عالم به؟ دقدق راسي فات الجوال على القيود انا صوبي وياك دقدق راسي زاد الى تسبيحي وكتوب ايوه هذا هو يلا هذا هو يلا تعدري انت لا قوه الا بالله هذا مجعز هذا ما معش رجع ما تلاقي قديم التليفون ومقيده حركات ولا تقيس ولا تعدل ولا تكون المسوى كامل يقرب عندها طريقه وعندها حدود ما يقعد 24 ساعه تصير 24 ساعه لقى واحد اللي بتلفون كله تشوفي ما تشتشون واذا لا تعدري ما تعدلتي فيه شنو واذا طار فيهم ملي شنو Thank you.